السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في إطلالة أخرى من برنامجكم من عمان من الأحد وإلى الخميس على مدار ساعة ونصف، نرصد لكم كل ما يتعلق بالحراك تشهده السلطنة من أقصاها إلى أقصاها. وفي حلقة اليوم هناك أيضا جملة من المواضيع التي سنركز من خلال محطاتنا المختلفة. في المحطة الأولى ستكون لنا وقفة مع أوراق العمل المقدمة في المؤتمر الدولي الرابع عمان في الصحافة العالمية، بالإضافة إلى أبرز ما جاءت به هذه الأوراق العمل من خلال ما رصد من قبل الصحافة العالمية. أما الوقفة التالية ستكون مع إطلاق هوية طيران السلام وما هي الإضافة التي سيضيفها هذا الطيران اقتصاديا. أما في المحطة التي تليها سنركز على موضوع التخطيط أهميته ومدى انعكاسه أيضا على سلوك الفرد باعتباره هو أساس عملية النجاح. في المحطة الأخيرة ستكون وقفة توعوية مع مرض حمى القرم الكونغو النزفية، ما هي مسببات هذا المرض وطرق الوقاية من كل ذلك في خلال هذه المحطة التوعوية. إذن هذه جملة نتطرق إليه في هذه الحلقة. مشاهدينا، التعليم هو أساس تقدم الدول وعمان آمنت بهذا منذ البداية، يظهر ذلك جليا من خلال الدعم والاهتمام التي حظيت به المؤسسات التعليمية في السلطنة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. واحد من نبض واحد. هيا يا أبناء نبض
لكم مشاهدينا، تحية لكل من يتابع برنامج من عمان وفي أول محطاته. عمان حاضرة بقوة في الصحافة الدولية وأيضاً تتصدر جميع ربما أو العديد من المجلات والصحف العالمية، هذا ما خرجت به فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عمان في الصحافة العالمية الذي احتوى على 27 ورقة عمل قدمها نخبة أيضا من الأساتذة والباحثين والأكاديميين من داخل وخارج السلطنة. اليوم في محطتنا راح نسلط الضوء على ورقتين عمل من إعداد اثنين من الأكاديميين. نرحب باسمكم بالأستاذ الدكتور العروسي الميزوري، أستاذ التعليم العالي بتونس. أهلا بك أستاذ الدكتور العروسي. شكرا، بارك الله فيك. وأيضا نرحب باسمكم مشاهدينا بالأستاذ الدكتور عبد الحميد شلبي، رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر مصر. يا أهلا بك. أهلا بكم. أهلا بك. أهلا بكم. قبل البداية، قبل نخوض أيضا في أوراق العمل اللي قدمتموها اليوم في الفعاليات المؤتمر الرابع، أهمية هذه المؤتمرات أستاذ الدكتور العروسي في إثراء أيضا الساحة بقامات ربما بنخبة مشاركات عديدة التقت هنا في السلطنة للحديث عن التاريخ، عن أيضا الصحافة، حدثنا عن أهمية هذه المؤتمرات كاستفتاحية أيضا للباحثين أمثالكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. وتعرفين أن هذا المؤتمر الموسوم بعمان في الصحافة العالمية هو من تنظيم هيئة الوثائق والمخطوطات المحفوظات الوطنية بسلطنة عمان. وهذه المؤسسة تأسست حديثا وبدأت نشاطها ونظمت عدة مؤتمرات ومؤتمراتها مكثفة، نعم، وتناولت مواضيع عديدة. وهذا المؤتمر عمان في الصحافة العالمية هو تواصل، صحيح، لسلسلة المؤتمرات التي أعدت من قبل، فهي لم تأتي من لا شيء، فهي إذن محطة وهناك محطات أخرى ستأتي بعدها، صحيح. وتندرج هذه وهذا أو هذه الندوة أو هذا المؤتمر في إطار معرفة ما قام به الباحثون من استكشافات لتقديمها، نعم، أمام الجميع حتى تحظى هذه الأبحاث بالنقد، نعم، يعني أوراق العمل اليوم وبالتصحيح. فهذه المؤتمرات إذن هي مؤتمرات أولا نشاط علمي أولا، نعم، ثم ثانيا تقويم البحث العلمي، نعم، والاحتكاك بالباحثين. وناهيك أن هذه المؤتمرات لا تطبع إلا في مرحلة تالية، لأن الباحث يقدم بحثه وهذا البحث يناقش بعد التقديم، ثم هذا الباحث يراجع بحثه ثم يرسله لكي ينشر. خلاصة القول إن الندوات والمؤتمرات هي نشاط ثقافي، تواصل بين الباحثين ومعالجة القضايا الراهنة، نعم، ودراسة مثل هذا الموضوع هو يدرس عمان في الصحافة العالمية. ما معنى عمان في الصحافة العالمية؟ نعم، رح نتعرف على هذا المجمل من خلال أوراق العمل اللي حضرتموها، ولكن قبل ذلك دكتور خبرنا عن العلاقة بين التاريخ والصحافة. هناك علاقة وثيقة بالطبع، يعني اليوم ممكن نقول بأنه إحنا نستسقي التاريخ، تاريخ الدول من الصحافة. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، نعم، ونشكر أيضا أو الشكر موصول لي
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على إعداد مثل هذه المؤتمرات القيمة، والتي يعني استكمالا لما ذكره الأستاذ الدكتور العروسي، يعني لها من الفوائد فوائد جمة، ومنها مما يؤخذ أو يحسب لهذه المؤتمرات هو تواصل الأجيال. قد لاحظنا العديد من الشباب، سواء شباب الباحثين من أقطار عربية أو من الشباب العماني، شباب الباحثين الذين أثروا جلسات المؤتمر، فهذه تحسب للمؤتمر والقائمين عليه. أما مسألة العلاقة بين الصحافة والتاريخ، هي علاقة وثيقة الصلة. لا يمكن لبحث التاريخ، نحن كمؤرخين لنا أدوات في البحث التاريخي، لا يمكن لمؤرخ أن يتعامل مع المجال التاريخي إلا من خلال مصادر أساسية ورئيسة ومصادر ثانوية أو مساعدة وعلوم أخرى مساعدة. يعني لا يمكن أن أتحدث التاريخ عن الحياة الاجتماعية دون الرجوع إلى كتب الاجتماع، الحياة الاقتصادية دون الرجوع إلى الاقتصاد وهكذا. وبالتالي عندي في الصحافة هي مهمة جدا للباحث في التاريخ، فهي مصدر مهم من مصادر التاريخ. أحيانا المصدر أو هذا المصدر وهو الصحيفة أحيانا يصل لدرجة الوثيقة، حينما يكون عندي خبر، حينما يكون عندي بيان ما، عندي تصريح ما، عندي قانون ما صدر فيه، أو بعض القوانين التي أحيانا تنشرها بعض الصحف، ناهيك عن الجرائد الرسمية التي تنشر في الدول. فهذه الصحيفة في هذه الحالة تكون، أو الخبر يكون وثيقة. أحيانا يمد الباحث بأفكار من خلال قراءات للمفكرين والمثقفين وكبار الكتاب والأدباء، وبالتالي يطلع الباحث على الحياة الفكرية مثلا في المجتمع الذي يدرسه في ذلك الوقت. وبالتالي الصحافة مهمة جدا للباحث في التاريخ، كما أن التاريخ مهم جدا للباحث في المجال الصحفي أو للإعلامي بشكل عام. فلا يمكن أنتم كإعلاميون، لا يمكن أن تخرجوا إلى المجتمع بموضوعات تتناول الحياة الاجتماعية إلا إذا كنتم قد رجعتم إلى التاريخ. وهذا ما عززته أستاذ دكتور عبد الحميد، يعني محاور أو أوراق العمل اللي جاءت ضمن المؤتمر، يعني عنوان ورقتك أستاذ دكتور العروسي سلطنة عمان في الصحافة الإيطالية. لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات، وماذا ركز على ماذا ركز يعني الصحفيون الإيطاليون من جوانب في عمان ليظهروها أيضا لصحافتهم؟ الإجابة سهلة، يبدو أن إيطاليا هي بعيدة عن سلطنة عمان، مسافة بعيدة. إذن عمان في القارة الآسيوية، وإيطاليا في القارة الأوروبية، وعمان دولة إسلامية وإيطاليا دولة مسيحية. رغم هذين الفارقين، بعد المسافة من جهة واختلاف الدين من جهة أخرى، فإن ذلك لم يؤثر على الإيطاليين ولم يتركهم لا يعتنون بسلطنة عمان. ما هي الجوانب؟ الصحافة والصحفيون الإيطاليون اعتنوا بسلطنة عمان نتيجة انفتاحهم أولا. لأن يعني إيطاليا منفتحة على العالم، ثم سلطنة عمان تمثل كذلك بالنسبة لإيطاليا هدف استراتيجي، لأن تريد أن تكون في جزيرة العربية وفي اليمن وسلطنة عمان. إذن معنى ذلك هذا حافز. فالإيطاليون اعتنوا بسلطنة عمان وتناولوها من جوانب
مختلف. نريد أن نعرف الجوانب، يعني مؤكد هناك جوانب متعددة ظهرت بها أوراق العمل، نعم، حاولت أن تظهر صورة مشرقة من عمان من جوانب عدة، على ماذا ركزت ورقتك أستاذ دكتور؟ أولاً ركز الصحفيون الإيطاليون، نعم، على طبيعة عمان وبصورة أوضح الجانب السياحي. جميل. فكتبوا كثيرا وتحدثوا عن شواطئها، سواحلها، نعم، عن جبالها، عن سهولها، عن خاصة المناخ وما تتمتع به محافظة ظفار في الخريف، ما يسمى موسم خريف ظفار، كتب الإيطاليون عنه هذا الموسم. كتبوا كذلك عن الآثار. جميل. وكتبوا كذلك خاصة عن البعثات الاستكشافية التي حلت بسلطنة عمان من أجل التنقيب عن الآثار. كتب الإيطاليون كذلك عن البعد الحضاري لسلطنة عمان، نعم، وتحدثوا كذلك حتى عن المرأة العمانية. جميل. تحدثوا عن المكانة التي تحظى بها المرأة العمانية، وقالوا بالتحديد إن المرأة العمانية تتمتع بالحرية، أي أنها ارتقت في المناصب الحكومية، فهي في التعليم، في الشرطة، في البنوك، في مختلف المجالات. صحيح. بالمناسبة نحن أيضا نحتفل بهذا اليوم، يوم المرأة العمانية، قريبا، يعني بعد أيام قليلة. إذن مناسبة 17 إثارة للموضوع، إثارة على هذا السياق. طيب. رح نعود لك أيضا لتفصيل أكثر حول ورقة العمل، ولكن أعود أيضا لك أستاذ دكتور عبد الحميد. ورقتك ركزت على الدور السياسي والحضاري لسلطنة عمان، خاصة في صحيفتي يعني أو في صحف مصر بشكل عام. حدثنا عن ماذا ركزت ورقة العمل تبعك. ورقة العمل أنا قصدت بيها دراسة السنوات العشر الأولى من حكم، نعم، السلطان قابوس من عام 1970 لعام 1980، نعم، ودي بتعتبر فترة تحول حتى في العلاقات المصرية العمانية، وتحول في رصد الصحف المصرية للشأن العماني بشكل خاص. يعني قبيل الفترة، فترة حكم السلطان قابوس، يعني لم تكن تعبأ كثيرا أو تهتم كثيرا الصحف المصرية بأحداث عمان أو شأن عمان بشكل عام. لكن حينما أو مع تولية السلطان قابوس الحكم، وبالمصادفة أيضا تولى في ذات العام الرئيس أنور السادات الحكم في عام 1970 في مصر، فبدأت العلاقة تتوطد بين مصر وسلطنة عمان. فبدأت أبحث ما هي أهم الأحداث التي ممكن أن نناقشها في هذه الفترة ويهتم بها أو تهتم بها الصحف المصرية، نعم. فوجدت أن هناك قضايا عربية مهمة جدا، وحينما بدأت أبحث عن مرتكزات السياسة العمانية في بداية حكم السلطان قابوس، وجدت أنه قد أولى اهتماما كثيرا للقضايا العربية، وخاصة قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين. فقلت أن هذه القضايا مهمة جدا لإبراز الدور العماني في أو موقف عمان من هذا أو هذه القضية. أيضا قضية السلام المصري الإسرائيلي، توجهات السلطنة من مرتكزات السياسة العمانية هي العلاقات السلمية مع جيرانها، مع جيرانها. وأنا أقول دائما أن عمان تستشعر أهمية وخطورة الموقف أو الموقع العماني، وبالتالي عمان دائما تبحث عن السلام، فكان الموقف العماني من السلام كان مهم جدا. فبالتالي عندي محور عن القضايا العربية، ثم محور حضاري آخر في الورقة، وهو ما هي العلاقات الحضارية
التربوية التعليمية الاقتصادية التي ربطت عمان بالدول العربية وخاصة مصر. فمثلا الموقف العماني منذ اللحظة الأولى من حرب أو من قضية الصراع العربي الإسرائيلي أن أكدت السلطنة، وكما رصدت أنا بالمناسبة كانت أو كان اعتمدت في الدراسة على جريدتين هما الأهرام والجمهورية، وكانت أو كانت مقصودتين لذاتهما أو لعلة ما، الأهرام بما لها من ثقل ولأنها أقدم الصحف العربية على وجه الإطلاق، والجمهورية لأنها كانت حديثة النشأة في عام 1953 وكانت تعبر عن رأي الثورة المصرية بعد عام 1952. وبالتالي حينما رصدت، وبالمناسبة كنت متخوف حينما بدأت في الموضوع ألا أجد المادة العلمية التي تعينني على كتابة البحث، ولكني وجدت زخم كبير جدا من المعلومات عن السلطنة في كافة المناحي، حتى وهذا له مجال آخر، ما يقرب من 500 خبر وجدتهم عن سلطنة عمان، مما يعني دفعني لأن أبدأ في دراسة خاصة بعمان في الصحافة المصرية إن شاء الله فيما بعد. وبالتالي وجدت أن العمان منذ اللحظة الأولى بدأت تتتبع الصحافة المصرية الموقف العماني. منذ أن انضمت عمان في عام 71 إلى جامعة الدول العربية أعلنت وقوفها بجانب الحق العربي، ثم بعد ذلك حينما بدأت حرب 73 وجدت أن الصحف المصرية تؤكد على الموقف العماني وتبرز الموقف العماني أيضا من مسألة وقوف العمانيين أو الحكومة العمانية من رأس الدولة وهو السلطان قابوس إلى جميع المواطنين العمانيين بجانب الحق العربي وبجانب الدول العربية. وعندي هنا ملحوظة مهمة جدا، أنه حينما عقد مؤتمر الجزائر في نوفمبر عام 1973 في أعقاب الحرب مباشرة، السلطان قابوس أرسل رسالة حينما هبط أرض مصر وهو يرتدي البدلة العسكرية، وهذا إشعار أو يعني لها الصورة لها تعبير ما، وهي أن السلطنة تقف في خندق واحد مع الدول العربية. الحمد لله، ودائما نلمس ذلك من خلال مواقف عديدة في المنطقة. أنا كان ودي الحديث أكثر وطيل الحديث أكثر في هذه المحطة، ولكن الوقت يداهمنا. أشكرك جدا أستاذ دكتور العروسي الميزوري، أستاذ التعليم أستاذ التعليم العالي بتونس، شكرا لك. الله فيك، شكرا. وأيضا الشكر لك موصول الأستاذ دكتور عبد الحميد شلبي رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر مصر، شكرا لك. أشكر. سعد جدا بالحديث معكم، مثل ما ذكر يعني ملامح عديدة أظهر أو ملامح تاريخية أظهرت من خلال المؤتمر الدولي الرابع عمان في الثقافة أو في الصحافة العالمية، جوانب عديدة تؤكد على حضور السلطنة كما رصد من قبل الصحافة الدولية. احنا قبل ما نروح للمحطة التالية راح نتكلم من خلالها على طيران السلام، نشوف هذا التقرير عن إطلاق هوية طيران السلام، ثم لنا عودة للحديث بشكل أكثر وتفصيلي عن هذا الموضوع، فتابعونا. طيران السلام أول شركة طيران اقتصادي في السلطنة، اتخذت من مبدأ السلام والتسامح الذي تنتهجه السلطنة شعارا لها، لتعمل بذلك على تعزيز النمو الاقتصادي من جهة وتنشيط القطاع السياحي عن طريق تسيير رحلات جوية مخفضة التكلفة من جهة أخرى. وفي مؤتمر صحفي كشفت الشركة عن تفاصيل رحلاتها الجوية والجدول الزمني الذي ستعمل عليه،
حيث ستحلق أولى رحلاتها من صلالة إلى مسقط بنهاية هذا العام، كما ستقوم الشركة بتسيير 4 رحلات يومية من محافظة مسقط إلى صلالة مع الحصول على الموافقة النهائية من مطاري دبي وجدة. بداية في الحقيقة نبارك لشركة طيران السلام تدشين الهوية التجارية لها في هذا اليوم، وهي بلا شك خطوة مهمة جدا إن شاء الله تمهيدا لانطلاق رحلات طيران السلام قبل نهاية العام بإذن الله. التوقعات الحالية يعني نعمل جاهدين لإنهاء جميع الإجراءات بالتنسيق مع الشركة في الأسبوع الثالث إن شاء الله من شهر ديسمبر. ويتوقع أن يقدم طيران السلام إضافة حقيقية إلى سلسلة الخدمات الجوية التي تقدمها شركات الطيران الأخرى، مما سيؤدي إلى النهوض بالسياحة ودعم ومساندة قطاع الطيران في السلطنة. مشاهدينا الكرام، مثل ما شاهدنا في التقرير، تم اليوم الكشف عن الهوية التسويقية لطيران السلام، أول طيران اقتصادي في السلطنة. هذه الهوية التي استنبطت من جوهر الثقافة العمانية الأصيلة. بمناسبة هذا الحدث، احنا أيضا لنا وقفة للحديث عن شركة أساس، أيضا عن مشروع طيران السلام والمشاريع أيضا قيد التنفيذ والمشاريع السابقة، من خلال وجود المهندس خالد بن هلال اليحمدي الرئيس التنفيذي لشركة أساس. أهلا بك مهندس خالد. حياكم الله، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة. الله يخليك. واجبنا أيضا إظهار طاقاتكم وجهودكم في هذا الجانب. قبل ما نعمد الحديث عن طيران السلام، كشفت الهوية التسويقية لصباح اليوم، حدثنا عن شركة أساس وأهم المشاريع التي تقدمها. شركة أساس كانت قد تأسست في 2014، قبل عامين تقريبا، وكان نوع من التعاون بين بلدية مسقط وصندوق الاحتياط العام للدولة وصناديق التقاعد. وفي ذلك الوقت كانت الرؤية للشركة أنها تكون محفزا لمشاريع العقارية وأيضا المشاريع السياحية الترفيهية، وفي الاتجاهات التي تنوع مصادر الدخل للدولة. فالحقيقة كان منذ البداية كانت التوجيهات من مجلس الإدارة ومن المساهمين أن أهداف الشركة أهداف وطنية، ولكن بطبيعة الحال بحكم أنها شركة ربحية، الالتزام بتحقيق أرباح للمساهمين يعني يعزز الاستدامة للشركة. فتم تطوير استراتيجية واضحة وخطة عمل للسنوات العشر الأولى، وخطة العمل بنيت على أساس أن رأس مال الشركة يكون نواة للاستثمارات للعشر سنوات الأولى، بحيث أن يكون هناك نوع من تعزيز تنويع مصادر الدخل، وأيضا تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع القطاع العام، وأيضا المساهمة في قلب استثمارات خارجية للبلد، محاولين بذلك أن يكون لشركة أساس دور محوري، وأيضا يجد المستثمر الخارجي الشريك القوي، وسواء ماليا أو في تنفيذ المشاريع في داخل السلطنة. جميل. فطورنا استراتيجية لقطاع السياحة، وطورنا أيضا استراتيجية لاحقا لقطاع العقاري في القطاع اللوجستي، طبعا ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء في القطاع العام أو أيضا الشركات الأخرى في القطاع الخاص، بحكم أن نكون كجسر
بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم، يعني نلمس جهودكم في هذا الجانب في دعم الاقتصاد في السلطنة. اليوم أيضا مشروع جديد وخطوة أيضا ثانية في مشروع طيران السلام، الهوية التسويقية. حدثنا عن هذا الموضوع ولماذا اخترتم يعني اسم طيران السلام بالتحديد؟ هو شيء بالشيء يذكر، اسم طيران السلام حقيقة احنا جزء من المجتمع المحلي والعماني، وتسمية الطيران شيء دائم، يعني الطيران دائما يتداول في المجالس وفي الشركات سواء اجتماعيا أو في القطاع التجاري. فطرحنا مثل في مواقع التواصل الاجتماعي مثل يعني محاولة الحصول على آراء المجتمع. جميل. بعد ذلك كان هناك قائمة اخترناها من المقترحات التي أتت من المجتمع، وكان في تصويت أيضا عن طريق موقع الشركة في الإنترنت. نعم. وكان الاختيار من المجتمع لاسم طيران السلام. أيضا طبعا عندنا احنا بعض الاستشاريين في مجال تصميم الهوية، شركة لها باع في تصميم هوية شركات الطيران وشركات أخرى. نعم. وكنا أيضا نلتمس أو نسألهم عن رأيهم في الأسماء. فطيران السلام هو اسم حقيقة سماه المجتمع قبل أن نسميه احنا كشركة، وكان في تصويت وأعلن التصويت حتى للعامة. وأيضا لقى حقيقة صدى، يعني احنا جزء من العمل الذي قمنا به عند تسمية الطيران كان نوع من المسح للخيارات التي طرحت. جميل، إشراك يعني المجتمع في مشاركتكم. المجتمع. جميل هذا الأمر، هذه الخطوة. أيضا هي كلمة يعني تردد فيها تحية، في حقيقة حققت الكثير من الأهداف، ولذلك المجتمع مال إليها أكثر من غيرها. فاخترنا طبعا هذه الكلمة، سبحان الله، يعني هي الكلمة بقدر ما فيها جزء يعني ترحاب، وفيها أيضا موضوع الأمان والسلامة. صحيح. فيها أيضا جاء من بلد الحمد لله عرف عن قائده وعن شعبه التوجه في السلام والصلح بين ذات البين، أو سواء في الخارج أو ما قام به صاحب الجلالة في بداية السبعينيات الحمد لله من لم الشمل. الحمد لله على هذه النعمة. مهندس خالد، تتحدث أيضا على عدد الطائرات، الإمكانية اللي راح يوفرها أيضا هذا الطيران، والقيمة المضافة اقتصاديا. عدد الطائرات، عادة شركات الطيران الاقتصادي تبدأ باستئجار طائرات. نعم. كي لا تحمل الشركة في البداية تبعات أو أحمال مالية كبيرة، فتم استئجار 3 طائرات. هناك عادة نوعين من الطائرات المعروفات في قطاع الطيران الاقتصادي. بعد بعض التحليل والتفاوض اخترنا طائرات إيرباص A320 أو A320. فاستأجرنا 3 طائرات في الوقت الحالي، طبعا مرتبط بخطة الخطة المالية ونقل المسافرين ودراسة السوق ودراسة الجدوى للوجهات اللي ننوي إن شاء الله السفر إليها. نعم. يعني مهندس خالد، اليوم يعد سوق اللي هو الطيران من أكثر الأسواق نمو ويؤثر أيضا على النمو الاقتصادي. إذا ممكن القول كيف سيضيف أيضا طيران السلام على نمو السلطنة في هذا القطاع، قطاع الطيران؟ كشركة أساس حقيقة احنا نحن عندما يعني قررنا المضي قدما في هذا القطاع كان بناء على استراتيجية التكامل بين عناصر القطاع السياحي. القطاع السياحي في السلطنة دائما نتحدث عن وجود يعني سوق وفرصة لهذا القطاع أن يعزز من تنويع مصادر الدخل، وبنينا الاستراتيجية في الشركة على أساس أنه العناصر ابتداء من
التسويق إلى حتى المطاعم وبيع الحرفيات. وطبعا في عدة عناصر من ضمنها النقل، فالنقل هو جزء ما ممكن فصله أو تجاهله في قطاع السياحة. نعم. ومن هذا المنطلق نحن ذهبنا إلى قطاع الطيران، فبالإضافة إلى قمنا بدراسة السوق في المنطقة. السوق في المنطقة والسوق المحلي، قطاع الطيران الاقتصادي آخر 15 سنة، بدأ في 2003 تقريبا أول طيران اقتصادي في المنطقة، وبعده أتت عدة شركات طيران، ففي نمو قوي. نعم. وما زال هذا النمو لم يصل إلى نسبة أو حصة السوق من قطاع الطيران بشكل عام. نعم. عندما نقارنه بمناطق أخرى في العالم. نعم. فعلى سبيل المثال في الدراسة، الطيران الاقتصادي ما زال يعني في حدود 12% من عدد المسافرين في مطار مسقط، ومع التوجه عادة الطيران الاقتصادي يصل أحيانا إلى 30% أو أكثر. في المحطات القريبة في حدود 4 ساعات. فإحنا الحقيقة وجدنا فرصة، ووجدنا أنه بحكم هذا القطاع يعني جالس يتوسع في المنطقة، كان لابد أنه هناك شركة عمانية تخطو نحو هذا القطاع، وأيضا تعزز وتحصل على حصة من السوق الإقليمية. وهذا طبعا يعود إلى مركز شركة الطيران. فبما أنه شركة الطيران سيكون إن شاء الله بداية في مسقط ولاحقا بإذن الله في صلالة، لا شك أنه هذه المدن والمراكز سيكون لها أثر، أو سيكون للطيران أثر في عدة قطاعات بإذن الله بجهودكم مهندس خالد. يعني ذكرت مسمى أو اسم مفردات هي القطاع السياحي، أخذتني إلى سؤال آخر، كيف سيدعم هذا الطيران القطاع السياحي؟ القطاع السياحي الحقيقة في السلطنة، الجميع من يزور السلطنة الحمد لله يشعر بعدة أشياء مميزة وفريدة في السلطنة. نعم. فإحنا الهدف أنه في هناك عدة مشاريع في عنصر الإيواء والضيافة والفنادق تحت التنفيذ. وطبعا في بعضها قائم. فمحاولاتنا حقيقة في المستقبل وما بدأنا فيها في السنتين الماضيات أن يكون هناك تصميم للحقائب السياحية، بحيث أنه الحقيبة تحتوي على تذكرة السفر، النقل البري، وأيضا طبعا الفنادق، وأيضا زيارة الوجهات التي يحب المسافر أو الزائر أو السائح زيارتها في السلطنة. جميل. فهذه المنظومة هي منظومة متكاملة، ينبغي لنا عدم تجاهل واحد منها، بحيث أنها كل حلقة تعزز الحلقة الثانية. هناك تكامل أيضا في الجهود. هناك تكامل. مهندس خالد، اليوم انتهيتم أيضا من الهوية التسويقية، ما هي الخطوة القادمة ومتى راح تكون في مشروع طيران السلام؟ الخطوة القادمة هو إطلاق المبيعات. نعم. إن شاء الله، وأيضا الحصول على الموافقة النهائية على الطائرة بعد استلامها في شهر نوفمبر إن شاء الله. إن شاء الله. غالبا في نحاول أنه في اليوم الوطني بإذن الله 18 نوفمبر. فبعد استلامها عادة الهيئة العامة للطيران المدني بحكم أنها المنظمة، الجهة المنظمة للقطاع، عادة يعني يتأكدوا أنه الطائرة فيها يعني متطلبات الأمن والسلامة، وأيضا كشركة والأنظمة وغيرها. فإحنا الهدف الخطة إن شاء الله خلال شهر إطلاق المبيعات. إطلاق المبيعات طبعا مرتبط بجدول الرحلات، وجدول الرحلات مرتبط بالوجهات والمطارات، وأيضا جدول الطائرة نفسها من أين إلى أين. صحيح. فشوية الموضوع الحمد لله يعني وصلنا في مرحلة متقدمة، بعض المطارات تم الحصول على الموافقة النهائية منها. جميل. وبعضها جالسين ننتظر بإذن الله تكون مبيعات تذاكر إن شاء الله خلال شهر، وبعدها إطلاق الرحلات التجارية في شهر ديسمبر بإذن الله. إن
جميل، إن شاء الله كل جهودكم يعني بالتوفيق والنجاح. أيضا من ضمن الأشياء حدثت اليوم تم توقيع اتفاقية لحق انتفاع بأرض المعهد الإدارة العامة، حدثنا عن هذه الاتفاقية. نعم، هذا حقيقة المشروع هو المشروع الثاني الذي يمثل لشركة أساس دورها في الشراكة مع القطاع العام. والمشروع الأول كان في بداية السنة أعلن عنه، هو فندق هيلتون جاردن إن مع حديقة عامة في الخوير. جميل. المشروع الحمد لله تحت الإنشاء ويسير بالجدول الزمني المحدد له. هذا المشروع هو أيضا تكامل بين القطاع الخاص والاستثمارات مع القطاع العام. فهناك حاجة في المعهد، المعهد كان بني في السبعينيات من القرن الماضي لحجم وعدد الموظفين في القطاع الخدمة المدنية في هذاك الوقت. نعم. اليوم طبعا قد يكون عدد الموظفين في الخدمة المدنية قد يصل إلى 10 أضعاف. فالمبنى أدى دوره، وكانت المبادرة حقيقة من مجلس إدارة المعهد ومن الإدارة التنفيذية لمعهد الإدارة العامة باستكشاف الخيارات لتطوير المعهد بالتعاون مع القطاع الخاص. فكان المقترح أن يتم عقد انتفاع ل50 سنة، بحيث أنه الشركة تطور المعهد وأيضا تمنح حق تطوير مشروع خدمي وضيافة وخدمات تجارية في نفس الموقع. من رؤية طبعا استثمارية الموقع لا مثيل له، يعني في عدة عناصر جذب وتشجع للاستثمار، ويقع في مركز حي الوزارات المعروف في العاصمة مسقط، وأيضا مرة ثانية من نظرة استثمارية يعني ننظر إلى المدخل من الطريق العام. فقمنا بعمل دراسة جدوى والتوجه أن نقوم بتطوير فندق 3 نجوم. تم الاتفاق مع إحدى أكبر الشركات الألمانية لإدارة هذا الفندق، وأيضا لأهمية الموقع ذهبنا لمنافسة معمارية بين مكاتب عالمية. فالحمد لله بعد الحديث مع المسؤولين في معهد الإدارة العامة تم الاتفاق على دراسة الجدوى. كان طبعا هناك أيضا مراجعة من قبل المجلس على التخطيط ووزارة المالية، وجزاهم الله خير جميعا، كانوا إيجابيين ونحن نقوم بدورنا في النهاية الحمد لله. فالمشروع يخدم الصالح العام ويخدم الجهات الاستثمارية، وأيضا قطاع الضيافة أو الإيواء مع الشركات العالمية لتشغيل وإدارة الفنادق في السلطنة ما زال حجمه أقل عن المدن المعروفة في الخليج. فمن المهم أنه يكون هناك نوع من العرض عشان نقدر أنه يعني نستقطب كثير من الشركات السياحية والمجموعات السياحية، وأيضا إضافة في لأنه المشروع سيكون أيضا فيه جانب تجاري ومساحات تجارية ومطاعم وبعض الخدمات الترفيهية بحكم أنه في وسط حي الوزارات. فحقيقة هذا التكامل الذي سعينا له، والحمد لله دراسة الجدوى إيجابية جدا، ونأمل إن شاء الله بدء التنفيذ في الربع الثاني من العام القادم إن شاء الله. تشكل هذه المشاريع أيضا قيمة مضافة للسلطنة. شكر الله سعيكم وبارك الله جهودكم. المهندس خالد بن هلال اليحمدي الرئيس التنفيذي لشركة أساس، نشكرك على وجودك معنا. شكرا جزيلا لهذه الاستضافة. الله يخليك. وأنتم مشاهدين نذهب معكم إلى تقرير حول مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، أحد الصروح العلمية والبحثية المعنية بدراسة وتسجيل الزلازل. المزيد في هذا التقرير فتابعونا.
الزلزال هو تكسير مفاجئ لصخور الأرض على أعماق تتراوح بين سطحها إلى عمق 720 كيلومتر بفعل إجهاد هذه الصخور، وينتج عن هذا التكسير تحرير طاقة حركية كانت مخزونة في الصخر نفسه تنتشر في جميع الاتجاهات على شكل أمواج زلزالية مسببة اهتزاز جزيئات الوسط الذي تنتشر به. الزلازل من أشد الظواهر الطبيعية تأثيراً على الإنسان وممتلكاته، لذلك أمر صاحب الجلالة في منتصف التسعينات من القرن الماضي بإنشاء مركزاً لرصد الزلازل يعنى بتسجيل الحركات الزلزالية داخل السلطنة وما حولها. فشكلت لجنة من الوزارات المعنية برئاسة جامعة سلطان قابوس، وتم تأسيس مركز رصد زلازل في الجامعة على ثلاث مراحل 2001 2004 2012 لتكتمل المحطات إلى 20 محطة تبث المعلومات الزلزالية إلى المركز عن طريق الأقمار الصناعية. مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس يعمل على رصد جميع الهزات الأرضية التي تحدث داخل وخارج السلطنة، حيث ترسل معلومات الزلازل من محطات الرصد الخارجية إلى مبنى المركز باستخدام الأقمار الصناعية بشكل آني. سجل المركز أكبر زلزال في مارس 2002 شعر به المواطنين في شمال السلطنة، كما يسجل المركز أكثر من 2000 زلزال سنوياً منها 500 زلزال إقليمية، كما قام المركز بتسجيل أكثر من 45 زلزال محسوسة لدى المواطنين والمقيمين داخل السلطنة منذ إنشائه. ومن ثم يقوم البرنامج المخصص لتحليل الزلازل بتحديد موقع حدوث الزلازل وحساب معاملاته، بحيث يقوم المختصون فيما بعد بإجراء التعديلات على الزلزال وإعادة تحليله. يقوم المركز بدراسات علمية بحثية لدراسة سماكات التربة الضحلة ودراسة سرعة الأمواج الزلزالية داخلها ومقدار تكبير الأمواج الزلزالية في هذه التربة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في برنامجكم من عمان ومحطة توعوية نتحدث فيها عن حمى القرم أو القرم الكونغو النزفية. هذا المرض يعتبر أحد الأمراض المستوطنة في السلطنة. نتعرف من خلال هذه المحطة على مسببات هذه المرض، على طرق الوقاية وأيضا جهود الوزارة في هذا الجانب من خلال وجود دكتور إبراهيم بن مبارك الحسيني مدير دائرة الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية. مساء الخير دكتور إبراهيم. مساء الخير وأهلا وسهلا بكم. يا هلا بك. قبل أن نعمد عن واقع هذا المرض في السلطنة نعرف المشاهد بهذا المرض، مرض القرم الكونغو النزفية. هو مرض حمى القرم الكونغو النزفية مرض فيروسي مشترك بين الإنسان والحيوان، هو ضمن أمراض يعني عديدة مشتركة بين الإنسان تنتقل بعضها من الحيوان إلى الإنسان، وممكن أن تسبب في الإنسان والحيوان أعراض. هذا المرض ينتقل للإنسان إما عن طريق تعامله مع القراد، حشرات القراد، أو تعامله مع الحيوانات من ناحية الذبح، أو التعامل مع الأنسجة، أنسجة الحيوانات قبل الطبخ، فانتقاله غالبا عن طريق الدم، ويسبب يعني خطورته في انه قد يسبب نسبه وفيات عاليه في الانسان نتيجه تسببه للنزيف، وبعدها نسبه الوفيات في الاصابه قد تصل الى 40%. نعم، يعني حسب ما نعرف بانه هو احد الامراض المستوطنه في السلطنه، وهناك حالات سجلت على مدى سنوات متفرقه، نود نتعرف من خلالك على تاريخ هذا المرض في السلطنه تحديدا. هو المرض بالفعل مستوطن في السلطنة، وأول حالات سجلت في السلطنة كانت في عام 1995، وبعدها 1996، ثم صار انقطاع أو انخفاض في الحالات، لكنها عادت للظهور مرة أخرى في عام 2011،
لأنها صارت الآن في تزايد، يعني كأن الفيروس صار في مرحلة نشطة وتسبب إشكالية للناس. نعم، ماذا عن الآن في هذه السنة الحالية؟ كم عدد الحالات اللي وصلت أيضاً؟ في هذه السنة الحالية تقريباً بلغت الحالات البشرية حتى الآن 11 حالة بشرية. نعم. بينما في العام الماضي كانت العام 2015 كانت 19 حالة بشرية. يعني التناقص ربما يدل على الجهود التي تبذلونها أيضاً في الحد والتقليل من خطورة هذا المرض. مرض، قبل ما نتحدث عن الجهود نريد أن نتعرف على مسببات هذا المرض وطرق انتقاله سواء كان من الإنسان إلى الحيوان أو من إنسان إلى آخر. هو المسبب كما ذكرنا سابقاً المسبب فيروس. نعم، في القراد. ماكل، يعني انتقاله يكون عن طريق القراد. نعم. عن طريق إما لدغة القراد للإنسان أو وماكل القراد هو في الحقيقة حامل للفيروس، لابد أن يكون قراد حامل للفيروس حتى يكون مسبب لنقل هذا المرض. نعم. القراد، الإشكالية في أن القراد يعني يتنقل من حيوان إلى حيوان فيسحب الدم إذا كان الحيوان هذا أصيب بالفيروس كان في مرحلة نشطة الفيروس في دم الحيوان. نعم. وبالتالي أيضا تنتقل يعني الفيروس، بالإضافة إلى أن يأخذه من دم الحيوان أيضا ينتقل في ذرية أو نواتج القراد، يعني ينتقل في البيض وبالتالي ينتقل في القراد الناتج من هذا البيض. أيضا ممكن أن ينتقل للإنسان عن طريق تعامله مع ذبح الحيوان إذا كان ما يتخذ الإجراءات السليمة بحيث أنه يقي نفسه بالأدوات الواقية كالقفازات وغيرها. نعم. فممكن أن ينتقل إليه خاصة إذا كان في جرح، ولما غالبا حين يقال جرح ما يقصد أنه لازم يكون جرح ظاهر بين سطح. ممكن يكون سطحي وما بين للإنسان، يعني الإنسان حتى لما يقطع أظافره يقص أظافره قد يسبب في جرح غير واضح غير بين، وهذا ممكن أن يكون مدخل للفيروس. وبالتالي التعامل مع دماء الحيوانات المصابة هو الذي يمكن أن يسبب انتقال المرض ضمن نعم. الأسباب التي أيضا يعني ممكن أن ينتقل من إنسان إلى إنسان، يعني بالتعامل مع إفرازات شخص المصاب. نعم. سواء كانت دم أو إفرازات أخرى. يعني نجد بأن هناك طرق كثيرة وأيضا مسببات كثيرة تظهر هذا المرض، ربما توافقنا الرأي، ربما العرضة تزداد فترة الأعياد بما أنه هناك ذبح يكون إذا ما تم الشخص اتخاذ إجراءات وقائية في ذلك. لو نسأل ونقول من هم الأشخاص أو الفئة الأكثر عرضة لإصابة بهذا المرض؟ هو الأشخاص الأكثر عرضة هم من يتعامل أكثر مع الحيوانات، واللي ممكن أنه يتعرض للدغات القراد، لأن القراد يكون موجود بشكل كبير في حظائر الحيوانات أو بعض الأحيان في الحيوانات إذا كانت هذه الحيوانات أصحابها ما يتعاملوا معها التعامل السليم بحيث أنه يسعوا إلى التخلص من القراد باستمرار وإلى نظافة الحظائر. نعم. فالمتعاملين مع الحيوان، مربي الثروة الحيوانية أو أيضا العاملين في المسالخ أيضا من ضمن الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. نعم، يعني لو نقول ما هي الإجراءات الوقائية التي ممكن أن نتخذها لعدم الإصابة بهذا المرض، خاصة وأن لا يوجد هناك لقاح آمن وخاص وفعال للحد من هذا المرض. طرق الوقاية من هذا المرض. هي طرق الوقاية أن أهم ما يكون أول شيء التعامل مع الحيوانات يتعامل بملابس واقية. نعم. بحيث أن يعني خاصة العمال الذي يدخلون الحظائر أو عمال المسالخ أو من يقوم أيضا بالذبح يلبس ملابس واقية من ناحية القفازات. نعم. الكمامات حتى يقي أيضا من أن المنافذ قد يكون شيء من الدماء تدخل إلى الفم وبالتالي تكون سبب في نقل المرض، أو العينين، الحذاء الطويل حتى أيضا يحذر أن القراد يصل إلى الأقدام وبالتالي لدغة القراد التي تسبب هذا المرض. هذا بالنسبة للتعامل مع الحيوان. نعم. بهذه الطريقة يستطيع أن يقي، لأن المرض ما ينتقل بالسهولة بأنه ينتقل عن طريق الهواء، لا، هذا كله لم يثبت. أيضا بطهي اللحوم طهي جيد. نعم.
وهدف الوقاية من كل الأمراض اللي ممكن تنتقل عن طريق اللحوم. يعني ما فقط إن أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، وبالتالي الإنسان دائما يقي إنه بالتعامل الصحيح مع اللحوم من ناحية الطهي أو المعاملة الأخرى، المعاملات الأخرى التي تقيه من انتقال الأمراض. أيضا يعني لو إنسان تعامل مع لحوم أو تعامل مع في الذبح حيوان أو في حظائر أو تعرض للدغة قراد، مجرد أنه يشعر بأعراض حمى، أعراض آلام في البطن، أعراض قد يعني تقترب منها تكون الحمى النزيفية هذه، علي يعني يذهب مباشرة إلى المستشفى، ما يقول فقط أنه حمى ويأخذ المسكنات اللي ممكن أو خافضات الحرارة في البيت يعني يتهاون بالأمر، إلا يذهب إلى المستشفى ويحاول يوضح للطبيب صحيح. الموجود على أني أنا تعاملت مع ذبح حيوان أو تعرضت للدغة قراد، بحيث أنه الطبيب أيضا يتوجه التوجه الصحيح في التشخيص، لأن المرض يتشابه يعني بشريا يتشابه أعراضه مع أعراض أخرى. في الحيوانات هو ما يسبب أي أعراض، في الحيوانات لا تظهر أي أعراض يعني هو إذن ما تشكل خطورة يعني، لكنها تشكل خطورة في نقله، في نقله للإنسان، لكن كأعراض حتى يعني سواء داخل الأحشاء أو أعراض خارجية هو ما يسبب أي إشكال. ربما هناك من الخطورة يعني في ذلك. ذكرت في بداية حديثك دكتور إبراهيم بأن المرض أو الحالة السجلة في السلطنة قلت من 11 حالة أو 19 حالة العام الماضي إلى 11 حالة، هذا يدل على جهودكم أيضا، جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في هذا الجانب. ما هي الجهود تبذل أيضا للتقليل أو الحد من هذا المرض بين الناس وأيضا بين الحيوانات؟ هي الجهود تبذل باستمرار في انه يعني الحد من هذه الامراض، سواء كما قلت كل الامراض المشتركه ومن ضمنها هذا المرض. نعم. التركيز على هذا المرض وغيره من الامراض، كنت تركز على جانب التوعيه اكثر ما يكون، ايضا التركيز على جانب التوعيه، وايضا يعني هي في لجان مشتركه تعمل باستمرار بين مختلف الجهات، لوزاره الصحه، وزاره الزراعه والثروه السمكيه، وزاره البلديات الاقليميه وموارد مياه. نعم. بالاضافه الى البلديات الاخرى، بلديه مسقط، بلديه صحار، وال يعني توجد لجنة أمراض مشتركة تعمل باستمرار في إنها يعني كل جهة تؤدي ما عليها من جهود للوقاية من هذه الأمراض. التوعية طبعا الباب الأول. الشيء الثاني هو خاصة الحظائر التجارية بالتعاون مع وزارة البلديات، في إنها تكون هذه الحظائر الحيوانات فيها خالية من القراد. لابد أن الحظائر التجارية التي تباع فيها حيوانات للذبح تكون خالية من القراد، وإذا ثبت أي حظائر خاصة في الحظائر التي يعني يشتبه فيها أنها انتقل منها أما المرض لحالة بشرية يحجر عليها لحد مع معالجة الحشرة، هذه حشرة القراد، حد ما يتم التأكد من خلوها من هذه الحشرة. ثم بعد ذلك، بعد خلوها بأسبوع أو عشرة أو أسبوعين، يتم بحيث تضمن أن انتهى المرض، ما ممكن أن ينتقل إلى الإنسان، لأنه غالبا الحيوان يبقى فيه الفيروس لمدة أسبوع، وقد يصل إلى كحد أقصى 10 أيام أو 14 يوم. نعم. بعدها ما يكون بعد هذا الإلغاء، فالضمان أنه ما يوجد قراد بعدها بعشرة أيام ممكن أن الإنسان يأخذ الحيوان. هذا جانب. الجانب الآخر الحجر. نعم. يعني هناك جهود أيضا في الحجر، دخول الحيوانات من خارج السلطنة يتأكد أول شيء من دول المصدر التي يستورد منها أنها خالية من هذا المرض، وأيضا يتم فحوصات معينة يتأكد أيضا خلوها من القراد قبل دخولها إلى السلطنة. هذه يعني الجهود طرق الوقاية يعني في ظل خطورة هذا المرض، في ظل أيضا عدم وجود لقاح فعال وآمن، ما هي الرسالة تود أن توجهها للمشاهد الكريم وخاصة من يتعامل ويكثر التعامل مع الحيوانات؟ يعني مثل ما قلنا في السابق، هو المرض ينتقل
ينتقل عن طريق القراد غالبا أو عن طريق التعامل المباشر مع الدماء، وبالتالي هو يقي نفسه في أنه يتعامل هذا التعامل بملابس الواقية. من المهم جدا ما يتهاون إذا تعرض للدغة قراد أيضا، ما يتهاون في أنه يروح للمستشفى ويشرح لهم الأمر اللي وقع، حتى أنه يتدارك الأمر لو كان هذا القراد أيضا في إصابة، بحيث أنه أيضا ممكن يعني في الوزارة تفحص. يعني نحن باستمرار نأخذ عينات من مختلف حضر، خاصة كما قلت تجارية أو أي شخص يعني تعرض أي عنده حظائر وتعرض للدغة قراد، ممكن أنه يأخذ عينات من القراد ويتأكد هل فيه يعني مصاب القراد ناقل لهذا المرض أم لا في هذه المرحلة. بالإضافة إلى أنه أيضا يعني الحمد لله توجد مسح، مشروع مسح لهذا المرض في السلطنة. نعم. أن تقوم أيضا مركز بحوث الصحة الحيوانية. نعم. جميل. يرصد الحالة. شكرا على جهودكم في ذلك. يعني دائما يقال وقاية خير من العلاج، يجب الإنسان بأنه يقي نفسه من خلال إجراءات وقائية معينة يتبعها للحد، سواء كان من هذا المرض أو مثل الأمراض الأخرى كما ذكرت. نشكرك جدا على تواجدك معنا دكتور إبراهيم بن مبارك الحسيني، مدير دائرة الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية. سعدنا بك جدا. شكرا جزيلا. الله يخليك. إذن مشاهدينا، هذه نهاية المحطة الثالثة في برنامجكم من عمان. بعد الفاصل نتواصل من خلال المحطة الأخيرة والتخطيط للمستقبل، باعتبار التخطيط هو العملية وهو أساس النجاح، فتابعونا. يا عمان ويا إخوان ويا من خرجوا بالنحل، نحن اليوم كسبنا حقا ورمينا شر الزمن. يا عمان ويا إخوان ويا من خرجوا بالنحل، نحن اليوم كسبنا حقا ورمينا شر الزمن. قد أعلن غابوس حق العمان، وكم حقق من منن، ملك ألقاه فتلقى الخير كما الغيث من المزن. لكم مشاهدينا من جديد، وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامجكم من عمان في حلقة اليوم. موضوع